عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على الو انت صاحيه ايوه يا كريم صاحيه يا نوع مال صوتك لا بس تعبانه شويه طبعا انت قمتي بمجهود جبار عشان توصلي للمعلومات دي لازم طبعا تكوني تعبانه هلا قوليلي يا نوع توصلتي للمعلومات دي ازاي كريم انا عايز اقولك ان انا بجد عملت كل ده عشان مصلحتك طبعا يا حبيبتي انا عارف انه عشان مصلحتي بس انا عايز اعرف توصلتي للمعلومات دي ازاي مع ان كل اوراق نايه فيهاش ما يثبت ان هي متجوزة ولا حتى مرتبطة يعني انت مش زعلان مني يا كريم بجد؟ انا زعلان منك بالعكس ده انا لازم اشكرك يا بنتي ده انت انقذتيني من فضيحة في منتهى الخطورة بس اللي انا مستغرب له مش عارف ليه حاسك محبطة كده حاجة زي كده ليه يا نوع؟ عشان يا كريم ما كنتش عايزة اكون انا السبب في تعاستك تعاستي انا؟ يا بنتي ده انت انقذتيني من فضيحه كانت ممكن تاثر على اسمي وعلى اسم شركتي ما هو ده بجد كان قصدي انا عملت كل ده علشان احميك بس انا بقى لي عتب عليك عتب ايه مش فاهم كان المفروض الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك مش لازم يعني يبقى معلن كده قدام الكل نوع انا مش ناقص فضايح صح عندك حق انا بجد اسفه يا كريم مش عارفه اقول لك ايه بس ما كانش قدامي غير الخيار ده انا قعدت طول الليل افكر ازاي هقول لك ما لقيتش غير هي دي الطريقة الوحيدة لازم أفضحها قدامكم كلكم عشان تعرفوا أنتوا بتتعاملوا مع مين وأنت بالذات حبيت مين يا كريم بكل حال يا نوع أنا بشكرك جدا بس ياريت بقى ياريت من هنا ورايح الكلام اللي يحصل بيني وبينك يفضل سر أنا مش عايز أي حد يستغل الكلام ده إزاي يا كريم بتقول كده ده المستحيل أخلي حد في الدنيا يقرب منك ولا يمس شعرة منك
ده انا كل حاجه عايزاها في حياتي ان انا اشوفك بجد مبسوط. نفسي تحس وتعرف ان قد ايه انا بحبك وبخاف عليك بجد. انت لما بتزعل مني بحس ان الدنيا كلها سودة في عيني، بحس ان انا بتحرق. وانا عمري في حياتي ما فكرت ازعل منك. عارفة يا كريم، عارفة. قوليلي بقى يا جيمس بوند، انت عملتي ايه عشان توصلي للمعلومات دي كلها؟ مفيش، انا اصلا من الاول ما كنتش مرتاحة لها، حاسة كده ان هي فيها حاجة غريبة. بس لما لقيت يعني الموضوع قلب بجد وانت هتتجوزها قلت لا، لازم اتقص واعرف اصلها واصلها. عملت عليها سيرش في جوجل وما لقيتش عنها اي حاجة، فاستغربت. كلمت واحد في لبنان اعرفه، سألته اذا كان ممكن يعني يجيب لي معلومات عنها، بس برضه معرفش يجيب عنها اي حاجة. فقلت له يعني لو ممكن يسأل عنها في الكلية اللي كانت فيها، وفعلا رجع بعدها بشوية بعت لي ايميل في كل المعلومات عنها، ومن المعلومات دي انها كانت متجوزة. طب هو اتأكد من المعلومات دي ازاي؟ من واحد كان معاها في الدفعة بتاعتها. ما قالكيش كانت متجوزة مين؟ لا، بس يعني لو عايز ممكن اعرف لك. لا 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 لا، تعرفي ايه، موضوعنا ايه بالنسبة لي خلاص منتهي، وربنا يسهل لها، كل واحد في حاله خلاص. الحمد لله. انا مضطرة اودعكم كمان مرة، كل ما بقول قربنا نرجع نجتمع مثل الأول بلاقيكي عم تبعديني عنك أكتر وأكتر. يا نايا ليش يا أمي؟ ليش؟ نصيب يا ماما. لك شو قصة هالنصيب كنايا؟ أي متى بدك ترسيلك عبر وتريحي أمك هالمعطرة؟ ضلك شغلتي لنا بالنا. اف بعرف يا خالتي إني عم عزبك معي، كتر خيرك إنك عم تهتمي لي بأمي. ولو؟ ما بدي اسمع منك هالحكي يا نايا، هيدي اختي قبل ما تكون امك. بعدين نحن مشغول فكرنا عليكي يا حبيبتي، البلد كتير كبيره وانت وحيده، ما في لا تليفون ولا عنوان نوصلك فيه. ما تخافوا علي، رح دل على تواصل مع فادي ورح تعرفوا اخباري عن طريقه. يعني كمان هالمره ناوي تطول السفره يا نايا؟ طمن علي يا امي، هالمره مش حاتاخر عليكي ابدا. يا أمي أنا بس بدي من الله يحمي لي إياكي ويرد لي عنك. انجي عاملة ايه؟ ايه الاخبار؟ ما نمتش طول الليل يا استاذ كريم، انا بجد مش مصدقة اللي حصل. معقولة بقى نايا البنت الرقيقة الجميلة الناعمة دي يطلع منها كل ده؟ لو الادهى ايه، مين اللي اكتشف الموضوع ده؟ القرشان اللي اسمها نوح، انا بجد دماغي هتنفكر. اتصل بيها يا انجي. اتصل بمين يا فندم؟ بنايا. حضرتك عايزني اتصل انا بنايا؟ ايوه انجي، اتصلي بنايا. اوكي، يعني اقول لها ايه؟ اقول لها كريم بيقول لك ما تروحيش في اي حته، خليكي مكانك هو جاي لك على طول. اقول لها كريم بيقول لك ما تروحيش في حته هو جاي لك؟ طب وانا اتصل بيها ليه؟ ما تتصل بيها حضرتك يا فندم. مش هترد عليا، انا عارفها كويس. اوكي اللي تشوفه يا فندم، بس في حاجه انا مش عارفه احسمها. اللي هي ايه؟ موقفي منها هيبقى ازاي؟ انتي حاسه ايه؟ انا حاسه اللي تحسه يا فندم. ما نصحش نظلمها، لازم نسمع وجهه نظرها. قد كده انت بتحبها؟ اتصلي بيها انجي، اتصلي بيها. صباح الخير. صباح النور استاذ عاصم، هذا المغلف لقيته تحت الباب. تحت الباب؟ ايه، ومرسل لحضرتك. في ملف امبارح كمان، مين صاحبه؟ مظبوط، وقت اجى شاب ما عرف عن حاله. مرة ثانية ما بتستلمي ملف من حدا من غير ما تعرفي مين هو ومين بعده. معك. تفضل. بإذن. ايه
إذ لم تتحقق عدالة الأرض فعدالة السماء في المرصاد. ايه فادي، هذا رقم الجديد، ما بدي مخلوق يعرفه غيرك. ليه غيرت رقم؟ لانه في حدا هون مسك بطرف الخيط. كيف يعني؟ بعدين بخبرك. وانا شو بدك يعني اعمل؟ انت ماشي، خليك مثل ما انت. نايا انت منيحه؟ ولا ما بعرف يا فادي اذا انا منيحه. الله يسلمك. انت ايه اللي قومك؟ مش الدكتور قال لك تقعد يومين في البيت؟ ما انا لسه جاي من عنده دلوقتي حالا، كنت بغيرك جرح. بيني وبينك انا زهقت من قعده البيت، وبعدين لقيت نفسي كويس، قلت اجي ابص بس على الشركه. ده انت نورت مكتبك يا فندم. ميرسي. انجي. لسه قافله موبايلها؟ لسه يا فندم. ايه انا جات لي فكره حلوه قوي. الحقيني بيها. ايه رايك لو كلمنا هشام؟ هشام مين؟ هشام اللي جالنا هنا المكتب. هشام، بس ده هيفيدنا بايه ده؟ ازاي بقى؟ ده صاحب قريب نايا وعلى علاقه قويه قوي بيه، بدليل انها بعتت له الفلوس عن طريق هشام. والله جربي، مش هنخسر حاجه. كلميه. الو. ايوه يا هشام، انا انجي صاحبه نايا اللي في مصر. يا انجي، كيفك؟ كيف استاذ كريم؟ الحمد لله احنا كويسين. انا كويسه، استاذ كريم كويس. سلمي لي كتير عليه. الله يسلمك. كنت عايزه اسالك عن قريب نايا. كل شيء تمام، ظهر من المستشفى اكيد بفضل استاذ كريم يعني، ومش عارف كيف تدين له هالمعروف. بسيطه يا سيدي، تدينا رقم قريب نايا. فادي. فادي. هلا ببعت لك رقمه، وهيك كمان بتأكد ان المبلغ وصله بالكامل. لا لا لا، انا اسفه، انا ما اقصدش كده والله خالص. هو الموضوع ان نايا اختفت واحنا مش عارفين نوصل لها، واستاذ كريم عايزه في موضوع مهم جدا جدا. بدك تكرم عينك وعين استاذ كريم. خلص هلا اول ما سكر ابعث لك رقم SMS. اوكي، انا متشكره جدا جدا يا استاذ هشام. طيب انا هقفل التليفون وهستنى منك الرقم. ميرسي لذوقك جدا. طيب باي. خلاص ثواني وهيبعت لي الرقم. هايل. اسمعيني بقى كويس، الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك، مفيش مخلوق يعرفه، وبالذات نهى يا فندم. نهى يا فندم. الصبة الخرسانية اللي في الزاوية القبلية لازم تخلص النهارده. هي اصلا جدولها النهارده المفروض يخلص. طب تمام. صباح الخير. صباح الخير يا نونو، منوره الموقع. ربنا يخليك يا طاطا. يا سليم، في الصباح الخير مفيش بونجور مفيش اي حاجه، ولا يعني مش عاجبين؟ انهي خير؟ اياك تكوني فاكره اللي انت عملتيه ده حاجه تبسط ولا حاجه تفرح. ايه ده يا سليم؟ ليه بتتكلم معايا كده؟ بدل يعني بتشكرني وتقولي ميرسي على اللي انا عملته؟ اشكرك على ايه يا نهى؟ تشكرني انه على الاقل يعني حافظت لك على كرامتك، بدل مره مرتين ولا ناسي. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي خالص يا نهى. لا له لازمه يا طارق، هو لازم يسمعني كويس. افكرك مره لما كشفت لكم استاذه نايا على حقيقتها اللي كنتوا شايفينها زي الملاك ومخدوعين فيها، والمرة التانية اللي نبهتك وعرفتك ان ست الحسن والجمال اللي انت كنت بتموت فيها وشايفها احلى حاجة في العالم فضلت كريم عليك. تصدقني انت واحدة قلت الادب وما تربيتيش كمان؟ انا قلت الادب يا سافل يا واطي؟ انت ازاي تتجرأ وتتكلم معايا بالشكل ده؟ انت فاكر نفسك مين؟ انا هكلم كريم واخليه يعلمك الادب. يا نهى اهدي، ما ينفعش الكلام ده خالص دلوقتي. ايه اللي جرالكم؟ وليه تكلميه؟ انا هسيبها لك مخدرة
اشبعي بيهم. احسن. رايح فين يا سليم؟ تعالى بس. لا ما تناديش عليه، الشركه اصلا بقت وسخه وعايزه تنضف، واشكاله هم اللي جابوها ورا. يا نهى لازم تقدري ظروفه، ما انت عارفه حاله. لا يا حبيبي، من هنا ورايح انا مش عايزه اقدر ظروف حد، واللي عايز يقعد في الشركه دي لازم هو اللي يقدر ظروفها. عندك حق. كفايه بقى، انا زهقت. الشركه لازم ترجع زي زمان. كفايه بقى. فكر طالع شهادة وفاة للمرحوم. هذا خبر كتير مهم، كنت ناطرته من زمان، وهيدا بشجعني إلي كمان حتى أفوت بالموضوع. موضوع شو؟ أنا ومنال كنا مترددين نخبرك بسبب الظروف اللي مرقنا فيها كلنا، بس هلا الحمد لله كل شيء عم يتحسن. بشرفني اطلب ايد منال منك. مبروك. يعني موافق؟ يعني هلا اذا انا ما وافقت يعني انه انتم ما رح تتزوجوا؟ ما خلص كبرنا على الموضوع. لا عصب، عن جد انا عم بحكي، اذا بتكون مباركتك موجودة أكيد بيكون أحسن. عاصم، أنا بيهمني كتير أنك تكون راضي بشكل عام. بشكل خاص؟ بشكل خاص إذا بتقلي هلأ هلأ هالشي ما بدي إياه، يلي بتأمر فيه بتنفس. لا والله، هلأ هيدا اللي طلع معك يعني؟ اسمعي، أنا عم باخد رأيه بس مجاملة لأنه خيك الكبير، بس إجمالا أنا آخذ قراري وخالص. والله. الو. ايوه، اي عاصم غريب عم بحكي. مين؟ مباحث؟ سيارة زوجتي المسروق؟ بس زوجتي ما عندها سيارة، وبالمناسبة هي صلى من مدة متوفية، يعني نحن ما حدا مننا راح قدم بلاغ بهذا الخصوص. طيب أنا راح أمر وأشوف شو الموضوع، ولا أكيد في سوء تفاهم. طيب، مع السلامة. خير؟ شو قصة المباحث والسيارة والمرحوم؟ ما بعرف، بدي أروح أشوفه يمكن في غلط. يلا بروح. زوال بده الناية تروح تستلم السيارة. يكون تشابه أسماء، بتصير كتير. الو، استاذ فادي معايا؟ انا انجي صاحبه نايا وبنشتغل مع بعض في نفس الشركه. اهلا، خير. انا اسفه جدا للازعاج، بس اصلي نايا اخبارها اتقطعت فجاه ومش عارفين نوصل لها، واحنا هنا قلقانين عليها جدا. ما تعتلها، ما تقلقي. يعني هي كلمتك؟ هي اكيد اكيد. طب هي بخير دلوقتي؟ طبعا. طب ليز استاذ فادي، ممكن اول ما تفتح موبايلها تقولها تتصل بينا، احنا في الشركه هنا محتاجينها ضروري جدا. طيب على راسي، بس بقدر اعرف من وين جبت رقمي؟ من هشام، هو اللي اداني رقم حضرتك. حضرتك اللي امنتي له المبلغ ما هيك؟ ايوه، بس مش انا بالظبط، استاذ كريم هو اللي امنه المبلغ. شكرا، كلك ذوق. على كل انا بس اعرف شيء ببقى بخبرك. ميرسي قوي قوي يا استاذ فادي، كلك ذوق. مع السلامه، اهلا وسهلا. استاذ فادي كمل الفنجان. عم سرحان انا، صار لازم امشي. وما تاخذني على قصه المصاري، تاخرنا فيهم بس ما كانت شغله بايدي. ولو ما تعرف الهم، مع انا اصلا كنت متاكد انه حقي رح يوصلني. الله يرحمك يا ست نايا، الله يرحمك، شو كنت حقانيه وصاحبه واجب. عم سرحان، مثل ما اتفقنا ما بدي حدا يعرف انه انا جيت لهون. لا لا طبعا طبعا، مين بدي يعرف؟ انا بس عم بقول لك، لانه مين ما سالك عني لا شفتني ولا بتعرفني. ما اساسا ما حدا بيعرف انه انا بعرفك يا استاذ، فلا شو بيسالوني عنك. أنا عم بفترض إذا حدا سألك إنه ما بتعرف. على راسي.
الو؟ ايه هشام امين عم يحكي. مزبوط، انا اللي بلغت عن حادث الاعتداء على فادي فريد وسرقه السياره. ايه نعم. كمشتوا افراد الاصابه؟ والله يعطيكم الف عافيه. طبعا بشهد. ايه اكيد بشهد. عنوان فادي؟ ايه اكيد لازم يكون موجود. خلص هلا انا بحكي وبجي انا وياه. طيب ميرسي كثير حضرة نقيب، الله يسلمك، باي. هذه هي السيارة. هي سيارة مو غريبة عليك، بس مو لأنها تأكد بعينك إنه هالسيارة بتعود لنايا هاشم غريب. مظبوط، هذا اسم زوجتي. تذكر منيح يا عاصم، بلكي هيدي السيارة عندها إياها من زمان أو أنت مسجلها باسمها وعطيها لحدا يسوقها. يعني نحن أكيد بنعرف شو في عنا وشو ما عنا، بس أنا كأني بعرف هاي السيارة. السيارة ملك لنايا هاشم غريب. يعني معقولة تكون ملك لنايا هاشم غريب وما نحن نقدم البلاغ ضد سرقتها؟ حسب مع مين كانت السيارة ساعة اللي انسرقت، لأنه يلي قدم البلاغ هو شاف السيارة عم تنسرق قدام عيونه. طيب أوكي، مين هو اللي قدم البلاغ؟ بيشتغل مساعد طيار اسمه هشام أمين. فيني شوفه؟ أكيد، نحن بلغناه يجي لحتى يدلي بإفادته هو والشاب يلي صار معه الحادث. كمان في شاب صار معه حادث؟ لا معلش بدك ما تواخذنا يا حضرة النقيب، يعني بتسمح لي أنا بدور على بيتي. حاولوا تتأكدوا من معلوماتكم قبل ما تتصلوا بالناس. السيارة مين بده يستلمها؟ تبروا هدية من المرحومة. أزبط معنا روح يا عاصم. بعرف لمين هي السيارة. ولنكرت قدام النقيب وصرخت وعملت مشكلة. بدي اتأكد أول شيء لوحدي بعيد عن المباحث. بعدين بتصرف. وحسب ما فهمت طلبوا من جوزها صاحبة السيارة إنه يجي يستلمها، وهلا أنا رايح أشهد ورح تجي معي أنت كمان. بيك شيء براسك؟ كيف بدك ياني أشهد على العصابة اللي كانوا بدهم يقتلوني؟ وليش لا؟ هشام هدول جماعة مجرمين، مجانين. يعني فيهم يمشوني من تحت تاسع أرض. إنه بدك إياهم يبقوا فلتانين ويضلوا يفزعوا بالعالم؟ لحظة ما عم بفهم، في ناس سرقوا منك كل شيء، وقعد بالمستشفى مدري كم شهر من وراهم، وفت كوما وعساني كنت رحت، عم تقلي ما بدك تشهد عليهم؟ معقول راسك؟ بدك للصراحة، اللي عم ياكل العصي مش مثل عم بيعدهم هشام. بتعرف شو؟ أنا عن جد ندمان إني حملتك على المستشفى وتشكيت على الزعران. كان لازم خليك مرمي على الطريق بلا وجع هالراس، بس الحق مش عليك، الحق على واحد مجنون مثلي. هشام روح، خلينا نتفاهم. عشو بدك نتفاهم؟ روح انت بالاول، واذا ما في خطر برجع انا بروح. منيح هيك؟ طيب واذا سألوني عنك؟ اخترع لهم حيالله شيء، قل لهم انه مسافر. طيب ما قال لك وين رايح؟ لا ما قبل ياخذني معه، كل اللي خبرني اياه انه بيعرف هيدي السياره لمين. أهلا أستاذ عاصم. أهلا أستاذ عاصم، تفضل. كيفك؟ من الله منيح. كيف شغل؟ بقعد لحالي بلحق لي بصير أحكي حالي. ما عم تقدر تنقل البضاعة لأنه ما شكوى على الله يا استاذ. انت الحق عليك، ما كان لازم تبيع سيارة. شو بدي اعمل الحاجة يا استاذ؟ شو رايك رجع لك اياها؟ ما فهمت عليك، شو هي؟ سيارتك. سيارتي؟ وين هلا بتكون صارت بالكسر؟ واللي بجيب لك اياها صاغ سليم استاذ، حتى لو رجعت لي اياها
منين بلش يجيب حقها هلا؟ أنا بقدم لك يا هدية. كتر خيرك. هيك بتكون كسبت حقها مرتين، شو بدك أحسن من هيك؟ ما فهمت عليك. أنت إمتى بعت السيارة لنايا مرتي؟ قبل ما توفى بشوي الله يرحمه. وليش بعتها يا؟ شفتني متضايق حبيت تساعد. لما جيت لحتى تعزيني ليش ما خبرتني بالقصة؟ كرمال وصية مرتك. وصية شو؟ ما هي قالت لي، هي قالت لي انه خلي هذا الموضوع سر بيناتنا. ليش؟ علمي علمك يا استاذ وحياتك ما بعرف. احكي ولا احكي. حياتك ما بعرف انا شو هي. ليش؟ ستايا قالت لي، هي قالت لي خلي الموضوع سر بيناتنا ما بعرف. شو عملت له يا زلمة؟ رح تقتله يا بنتي، رح تقعد من بيتنا يا سامحيني حبيبي. فادي وينك نايا؟ صار ساعة عم دقلك. حبيبي ما سمعت التليفون. لقيوا سيارة وعاصم رايح يستلمها. عاصم؟ هذا معناته انه عاصم عارف انك جايب السيارة من سرحان. وبعدين؟ طلبوا مني اني اشهد على العصابة بس جربت اتهرب. انا خايف التقى بعاصم ويعرف انه انا اللي كنت سيق السيارة. بس هو ما بيعرف انه انت ابن خالتي. بيعرفني من ورا جبران ولا نسيتي؟ فادي شو ما سألوك بتنكر، نكر كل شيء. وإذا سألوني ليه كنت سايق سيارة شو بدك ياني جاوبهم؟ قلن إنه قلن إنك سرقتها. بدك ياني أطلع حرامي كمان؟ ما بكفي إني ساعدتك بالجريمة الأولى؟ هلا معتبرها جريمة؟ مش على أساس كانت مساعدة إنسانية؟ مش أنا اللي بدي أسميها، أنت بتعرفي مين؟ بعرف بعرف. روق علي بدي أفكر. عندي فكرة. شو هي؟ روح اعترف على العصابة طبيعي، وإذا عرف عاصم وسألك اعترف له. اعترف له؟ بك شي براسي؟ لك مش بكل شي تعترف له. لكن بشو؟ اعترف له بجزء من الحقيقة. يلي هي شو؟ قل له إنه أنت ابن خالتي، وإنه أنا حبيت ساعدك واشتريت لك السيارة قبل ما موت. نايا، أنت بالنسبة لعاصم متي والله يرحمك، بس أنا إذا علقت بين إيدين جوزك شو بعود يخلصني؟ فادي انت بتعرف شو يعني اذا عرف عاصم انه انا مني ميته؟ ماشي نايا، ديري بالك على حالك. وانت كمان. باي باي. نايا لحظه، شو بعد في؟ في وحده اتصلت فيي من مصر وسالت عنك، قالت بتشتغل معك بنفس الشركه. بتذكر شو اسمها؟ لا صراحه. نهى؟ لا ماني اكيد. انجي؟ ما بعرف، بس كل اللي بعرفه انه اخذت رقم من هشام. أكيد أنجي. شو بدها؟ عم بجربوا يتصلوا فيكي وما عم بتردي على رقمك، عايزينك بالشركة، بس اطمني ما عطيتهم رقمك جديد. إيه كتير منيح. الله يساعدني عليك نايا، أصلا مش عارف أخرتها معك. ولا أنا يا فادي. ماشي انتبه لحالك. يلا باي. تفضل. اهلين استاذ عاصم. انا بعتذر عن انفعالي المره الماضيه. بسيطه بتصير، تفضل ارتاح. معك حق، بعد ما رأيت اعصابي تذكرت انه زوجتي الله يرحمها فعلا اشترت سياره لرجال مسكين لحتى تساعده، يعني هي الله يرحمها كانت بتحب تساعد الفقراء دائما. شفت كيف؟ نحن مش غلطانين، بعدين دفتر السيارة والميكانيك بيحكوا عن حاله. معك حق. ما
بعد اذنك انا طلبت من العم سرحان يجي هو يستلم سيارته. عفوا استاذ عاصم، بس ما في هو يستلمها الا بتوكل منك، بس من بعد حصر الارث. بس نحن لهلا ما عملنا حصر الارث. واضح، والا كانت بينت ملكيه السياره بمعاملات الحصر. يعني حاليا حتى انت ما بقى فيك تستلم السياره. نحن لما اتصلنا فيك ما كنا عارفين انه المدام متوفيه الله يرحمها، بس هلا تغير كل شيء. اكيد تغير كل شيء. اللي كان عم يسوق السياره شو اخباره؟ فادي فريد، ناطرينه لحتى يجي يدلي بإفادته ويتعرف على أفراد العصابة. أكيد في قربة بينه وبين العم سرحان. مين العم سرحان؟ العم سرحان اللي اشترت له مرتي السيارة. ما بعرف، يعني لحتى هلأ أصلاً ما بنعرف ليش كان عم بيسوق السيارة وهي مش لقاله. انجي اتصلت؟ لسه يا فند. ستموت قلقا. كانت عم تعمل شغلات من ورا ظهري رغم انه هي كانت تحت نظري 24 ساعة. بشو كانت عم بتفكر وهي عم تشتري سيارة سرحان خضري؟ بمصاري مين؟ نايا كانت عم تخبي مصاري من ورا ظهري رغم انه انا ما كنت مقصر عليها بشيء. مين هذا فادي فريد؟ على اي اساس عم بيسوق السيارة اللي اشتريتها نايا من سرحان خضري؟ يعني هو معه نسخة من المفاتيح؟ ما بقدر افهم ليش كل هالسنين ما قدرت تحبك نايا. نايا؟ ما كان اسمها نايا؟ انا بلازم حاسس حالي تعبان شوي ولازم رح ارتاح. كان نهار طويل، اذا احتجت اي شيء اتصل فيه. صار لك؟ شايفة هالحظ يا ملاك؟ ما صدقنا رجع لطبيعته وتجاوز الأزمة. كيف عم يتصرف؟ يا خوفي نرجع معه لنقطة السفر. يا رب، من وين اجتنا هالشغلة؟ ملاك ما تتركني لوحدي. وأنت كمان لا تتركني لحالي. طيب أوكي، رح أعمل تليفون صغير وبرجع. ما فيك تعمله من هون؟ ما رح أتأخر منك. Thank you.
يا عاصم. لا الحقيرة الواطية كانت كل الوقت عم تخدعني. شو في كمان؟ كله تسجيل. هذا اللي عم تشوفيه كله تسجيل، وانا مفتكرة انه كل الوقت تحت سيطرتي. كانت عم تصور لحالها تسجيل على انه هي موجودة بالبيت، وهي ما عم تطلع برات الفيلا. وين وين كانت عم تروح؟ شو كانت عم تعمل؟ حماا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 ا
اطلعي اطلعي اتركيني بدي اعرف افكر بدي افهم شو عم بصير. خير مبين كأنك عم بتضب الشنطة. يعني ما بقى لي عازم. ما فهمت شو يعني؟ موسم الصيد خلص. شايف شو هالزلمة الانتهازي أنا؟ ومين اللي خبرك إنه موسم الصيد خلص؟ كابتن بتخيل بعد كل اللي صار ما في لزوم بقى نتصيد ولا لا؟ ما بدك هلا تطول بالك عسل. مسدس لشو المسدس؟ ما بعرف خذ مفاتيح سيارتي وحاول بسيارتي. ما بتلحق عجل بسرعة. We'll be right back.